أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوتنا السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا قاع بخير. أخوكم أحمد مو ربي الحسون. قصرة خفيفة على المقنين الزين. اليوم بإذن الله حبينا نقصروا شوية على بعض الأخطاء المعتمدة في التغريد الحسون البري الجزائري. عدنا احنا الجزائريين بطبيعة الحال احنا ما عدناش يعني كيما نقولوا احنا مسابقة تاع التغريد ولا شون واحد معتمد. احنا شغل ابلي نعتمدوا على الحسون التغريد البري وعلى لي سيكتور وعلى تسجيلات وكذا والامورات هذوك. وباش يعني كنوا متفاهمين، يعني كل الدول اللي يتبعوا ويعشقوا التغريد عندهم نوطات غير مرغوبه في التغريد تاعهم، باش يكونوا متفاهمين، سواء الاشقاء المغاربه ولا الاسبانيول ولا خوتنا في الاردن ولا في فلسطين الحبيبه. هكذا باش يكونوا متفاهمين، يعني الامورات هذو شغل يستوعبوهم الناس اللي يتبعوشهم. كاين الناس ما يتبعوشهم، ربوا المقرين شغل كاناري كوكلو كذا اشكال الوان، يعني سما يقدر هذا الكلام موش راح حتى هذا الكلام موش موجه لهم، راه موجه يعني للناس اللي يعشقوا التغريد. فقط حبيت نوضح واحد النقطه، يعني باسكو انا حكيت لكم قبل قلت لكم يعني ساعه ساعه ننسى بعض النقاط فيما يخص حصول الاوروبي. بعد ما حكينا عليه كما كنتم تشوفوا الفيديوهات الاخرين، وحكينا على سبب تناقصه في الجزائر وهو راجع لصيده الجائر في المغرب، بسبب انه المغرب النقطه الاولى لهجرته، النقطه الاولى اللي هاجر لها من المغرب يجي الجزائر ويروح تونس يكمل. الحصول الاوروبي يا جماعه راه يجي حامل للطفره، راه يجي طفره فيه الطفره، وحتى الكلاسيك تشوفوا مقنين نورمال بصح تقدر تكوب ليه يعطي لك الطفره في الدم تاعو، يجي حامل للطفره. هكذا خاوتي. عندها واحد عامين في 2018 كما صارت موجة الهجرة الكبيرة هذيك، احنا جهتنا يعني غزانا المقرين في الحقيقة في وقت الهجرة باش تفهموا، معليك والزرزور وكذا غزانا المقرين. جد في جهتنا واحد لافولي في واحد 200 مقرين الحقيقة. انا يعني شفت مقرين ابيض والحق لي الله قلي وسق والحقت ليه وطلاشة، يعني حط غير قدامي لهي يعني شوف فيه كيما يعني واحد 3 مترات ولا وزاد ولا لاق لي وعاود راح. وحكيت لاصحابي قلت لهم بلي فوالا راه جاني مقرين ابيض، وهذاك العام جا مقرين ابيض وجاني نينو ابيض باناشي مهاجر نينو هذاك ثاني. بطبيعه الحال حكموه من فواحد السيكتور قدامنا، وصاحبي قال لي احمد قال لي هذيك في مالا راه محكموها، هذاك اللي هدرت عليه صح راه كاين منه وفي مالا وفيها لاباك تاع المحميات الاوروبيه تاع الجمعيات الاوروبيه، تما جاني قاطع بلي مهاجره. ويعني وتخيل انت وكان ما جاش مهاجره واش راح يقولوا عليها، وراك تعرف السيناريوهات انت وانا. وهذاك هو الحساسين اللي راهم يحكموا فيها طفره وما طفره في المغرب، يعني راجعه للحسون الاوروبي المهاجر، والحسون الاوروبي المهاجر الانيق هذا هو يعني الاصل تاع الطفره، يعني الطفره تخرج منه. وانا مقبل حكمت يعني في شحال من مقانين هنا، حكمت خطره واحده فيها فيفي صغيره، وحكمت واحده مطاشيه بالابيض في وجهها، ولكن في ذاك الوقت ما كانش عندي تليفون يعني ما صورتهمش، صورت غير هذيك اللي عندها في شويه كبيره راح على لاكورت، يعني حطيتها في واحد الشون قلت للحسون مقرينه اوروبيه وشون جزائري، هذيك يعني اللي حكمتها الاخرى وصورتها. هذا فيما يخص الحسون الاوروبي، يعني قلت لكم كلاسيك تقدر يخرج لك طفره. وواحد العام ثاني ربيت واحد تاع السيابا هذو في 2008، كنت نشتي ننوع الشون زعما باش كنت نصيد تاعو انا نبدلهم بتاع السيابا، خرج لي واحد فيفي. هذا عن الحصول الاوروبي. اما الفيديو تاع المقلين هذاك اللي صورته، هذاك واحد يقول لي طلقتو انت، واحد يقول لي راك دير في الفتنه، ما طلقتوش خويا انا، لا نطلق مقلين نروح نصوره مهبول، كان طلقت مقلين ندير ماذا بيا صافي بليزي ندير فيديو بلي طلقت مقلين. هذاك راه براني، انا وليت سيكتور نعرف، انا حكيت لكم يعني كيفاش تعرف تفرق بين المقلين تاعك والبراني. هذاك براني جاو في وقت الهجره وبقى ثم في الربيع، كاين حبات يبقاو يعيشوا هنا، لاحش طايح وبرانيه ماهمش تاع السيكتور، انا تاع السيكتور تاعي نعرف اش طايح تاعهم. ودير كاستاجي، وانا قلت في خاطر ناس الشرق يعني خاوتنا وحبابنا يبغوا الكاستاجي، يعني جات هكذا عفويه، انا ماني داير حسابي المقنين هذاك يجي ما راني داير والو. واحد يقول لك طلقتو، واحد يقول لك هرب الكاش، واحد اصلا كانوا واحد زوج مقانون ولا ثلاثه ثم برانيه ثاني، وكان كاين في بلايص تحتها كان كاين قانون تاع بلاد ومازالوا حتى ليومنا هذا. هذا يعني باختصار قلنا الاخطاء النوطات الغير مرغوبه اللي ما نبغوهمش نحكوا عليهم يعني نوعا ما باختصار، ونثبتوا على واحد النوطه اللي راه شائعه في هذا الوقت. بالنسبه للاخطاء
اللي معتمدينهم حنا كاينه النوطه تاع الان، هذه النوطه تاع الان بالك تلقى كاين شي ناس يقول لك ما كاش منها، ولا احسن عاونوا لا خاطر هذه النوطه نادره يعني صراحه، واللي سماها ان ماهوش غلط يعني مقني يدير ان كيما هكلا وتجي في هذيك الرنه تاع الزاك نادره ناقصه بزاف بزاف ويعني كيما نقولوا يعني نوطه ما تحملش يعني صراحه. وكاين الزاك كاين اللي يديرها خطره كاين اللي يديرها جوج مرات، هذو اللي راهم شي يعيذوك في المقانن هذا هو الزاك، كاين اللي يديرها خطره كاين اللي يديرها خطرات كاين كل واحد وكيفاه، وكاين اللي يديرها طويله كاين اللي يديرها صغيره، وتاعك تعرف يا اخي زاك يضربها طويله يقولوا زاك يديرها صغيره يبدلوا لها الاسميه، الحقيقه زاك كاين اللي يضربها كبيره كاين اللي صغيره كل واحد وكيفاه، كاين اللي يدوب ليها حتى ثلاث خطرات. كاين الدوبل جيو كاين الدوبل تي واطي وكاين القيو هذه وزي كاين داز وكاين واحد لي كرازمو كيما نقولوا حنا واحد لي كرازمو ساعه ساعه المقلين كي ساعه ساعه كرازي الجيو شغل لي زاير اكثر من حقها تولي يقولوا لها كرازمو هكذا صديبو بالك تبسيطه ولا يكرازيها بزاف يقول لك كرازمو شغل النقطه هذيك تخرج على المألوف تولي نقطه شويه عيانه، وهذو رايحين يعني لصحاب الشو يعني الوزن تاعهم حساسه يميزوا هذو الامور، هذا هو باش تكونوا متفاهمين. والنقطه المشهوره والمعروفه واللي غزاتنا مؤخرا واللي طبعا راه معظم المربين اللي معظم التجار يدافعوا عليها، لانه لو يعني كل المربين الجزائريين شغل يعتبروها باللي نقطه غير مرغوبه تنقص من التغريد راح يعني راح يبور الخلوي هذا حيولوا ما يشروش. سي بور سا ماشي كل ما تشوف واحد يدافع على الاخطاء وكذا ويقول الخلوي ما فيش الاخطاء وكذا تفهم باللي راه زعما حبي حب المقلين ولا به ولا اذن ذواق. شوف انا عندي اللي يقول لك ما كاش اخطاء في المقلين خاطيه الذوق ما يعرفش ماهوش تاع قانون يعني بقول ما يتبعش الشوم كيما نقولوا حنا. معظم الناس اللي تشوفهم يقول لك ما كاين خلوي ما فيش ديفو وانتم اللي فيكم ديفو وكذا اعرف باللي تلقى عنده سيبا تاع شوا فاش راه يبيع فيهم هكذا خويا العزيز ما يحكمكش بالعاطفه، هو راه يهضر هذيك الهضره باش يبيع سوافج برك منه وجاي كيقول لك واحد مقلي ما فيش ديفو وكذا وديفو فيكم قول له اروح بيع له مقلي فيه الزاق ولا فيه دفنفينه ولا فاهم بيعوا له هكذا خوتي يعني باش المشاهد الكريم يكون في الصوره يعني ما يخليهمش يحكموك بالعاطفه. وهذو الاخطاء مليح كي نعتمدوهم احنا راح يساعدونا باش نحافظوا على الخلوي باش ما يطلعش في السومه ومنطو ان شاء الله منه وجاي بالك كيقولوا الناس بزاف يعتمدوا على الشو يقولوا يتجنبوا يعني المقالين هذوك الخلاوه اللي فيهم النوطات هذو ما يربوهمش باسكو صحاب الشو ما يربوش المقالين كاع يعني خيروا نوطه فينفينا. هذه نوطه فينفينا نحاول نحكي لكم باختصار مانيش حاب الفيديو يكبر بزاف باسكو نحب ندير واحد الامور. نوطه فينفينا هذه يعني كانوا الحقيقه ضاربين عليها النح واحد الوقت انا شت مربي جزائري زعما محطوط باللي كبير وكذا هو صح يعني معروف ومشهور حات مقليني غني سوفاج سوفاج انا نقولو شون خلوي في دفنفينا ويقول حسون جزائري اصيل ثم كان يعني قلت سبحان الله قلت انا هذه النوطه تاع البينسول الاوروبي وتاع اللي هذه واش تو على ما كانش فيهم دفنفينا كانت فيهم كلاكلاك جيو مشهورين بها احنا مقبل كنا كيلقاو مقلي ما فيهش كلاكلاك جيو ونشكو فيه باللي تاع موش تاع سيكتور يعني حطيت عليها فيديو طبيعة الحال من يعني راح تتصادف بردود الفعل اللي يعني ناس يعني خاطيهم تنخلع يعني ناس ما في حقيقة الأمور الأمر وهذو الأمور كما راني قلت ماشي كاع الناس يعرفوهم باش تكون على بالكم. حطيت أنا قلت يا جماعة سوفاجي في دفنفينا ماهوش تاع بلاد راه أوروبي وكذا وبدات سيناريو وبدات تقلبت على دفنفينا هذه واحد ما كان كانوا كاع ضاربين عليها النح هكذا خوتي الأعزاء هدرت عليها أنا تقلبت ما عليناش انا فهمت الناس قلنا وراح يودي يا جماعه هذه تفنفينا راه الطابع تاع الحصول الاوروبي المهاجر هي صح نوطه غير مرغوبه عند معظم المربين الجزائريين اللي هو التغريد اللي هو التغريد راني نثبت لك واللي تبعوا شون وهي طابع تاع الحصول الاوروبي وغزاتنا مؤخرا مقبل صح كان شويه ناقصه بصح كانت كاينه باش تفهموا وغزاتنا مؤخرا بسبب انه الحصون الاوروبي المغربي شبه منقرض والجزائري يعني بقى فيها غير الحصون الاوروبي وهاك تعرف دوك انا باش تقول لي انا حكمت مقانين هنا تاع سيكتور فيهم تفنفينا ما كاش من اخويا العزيز انا حكمت مقانين تاع سيكتور تاع هنا في البلاد فيهم تفنفينا بصح ما لقيتهمش تاع سيكتور المشكل اسكو كنت تعرف تفرق بين المقانين تاع سيكتور والبراني هاوليك المشكل وين المقانين تاع البلاد ما فيهمش تفنفينا باش نتفاهموا انا عمري ما شفت سيكتور فيه تفنفينا كاين بعض النوطات يشبهوا الجفنفينا هذو خلينا منهم كيما الجفن هذه كانوا ساعه ساعه يديروا فينت في وهكذا ساعه يدير فيت هذيك تبان لك شغل الجفنفينا هذو خلينا منهم في وسط الشوا وبعد لها راجع ليها هي الجفنفينا هذه راها الطابع تاع الحصول الاوروبي المهاجر عليها يرفد على البانسو الاوروبي رويال هذاك
هو اللي يدير لابيل تاعو بالفنفن، وهذاك راه يهاجر عندنا هنا يعني ساعه ساعه تسمع الفنفن هنا في الشتاء. نهضروا على يعني نهار اللي كانت الطبيعه على لاباس بها، حتى الحصول البانسو تاعنا يعني عنده مناطق تاعو ما يخليش هذا الاوروبي يبقى هنا، يعني يعاود يرجع لاوروبا. يعني بصح الحصول الاوروبي المحلي ما فيش فنفينا، فيه الكلاكلاك جيو، باسكو البانسو المحلي الافريقي هو اللي فيه لابي تاعو بالكلاكلاك جيو يرفدها عليه، وحنا كانوا عندنا هنا يديروها ابال ثاني كلاكلاك جيو، هذيك يضربوها كيما البانسو مع الاول. والتفنفينا هذه يعني حنا حكمنا مقالنا هنا في تفنفينا بصح ما هوش تاع سيكتور هكذا خويا العزيز. وهذه تفنفينا بعد ما يعني هي نوطه غير مرغوبه كيما نقولوا حنا، كيما النوطه تاع الكناري، وي تاع الكناري هذيك الناس ما يبغوهاش، هي ماهيش ديفو بصح نوطه غير مرغوبه طيح من قيمه الحسون. وتفنفينا المشكل تاعها انه المقنين يضربها بالستيل تاع البانسو، يضربها كي تسمع تفنفن تسمعها بالنبره تاع البانسو، شغل رفدها عليه يضربها. كيما قلنا النوطات هذو تاع النينو كي يضربها المقني يضربهم كيما النينو ولا كيما الفالدورو كيما هو، هنا راح تنقص من القيمه تاعو. الا ضربها بالستيل تاع مقنين راها من نورمال، الا ضربها كيما تطف كيما يضربها النينو هذيك كيما يعني صوره تبقى الاصل، هذيك راح تنقص من القيمه تاعو. نفس كيما نفس الحاله على الحس على الكلوي تاع الكناري، ونفس الامر بالنسبه للتفنفينا باش يكون في علمكم. ومعظم الناس اللي راهم يدافعوا على التفنفينا هذه راه يا اما تلقاه يبيع في الخلاوه ما بيهم باش تعرف بلي ما فيهم لا ذوق لا والو، يا اما بايع مقانن مقبل للناس على اساس تاع سيكتور وفيهم تفنفينا حكمهم هكذا راح بيعهم قالهم تاع سيكتور، وبعد يولي شغل هذا الكلام ما يعجبوش ويولي يحارب فيه، يا اما ناس راهم كيما نقولوا ما دير معلومات مغالطه على التفنفينا هذه وراها يعني جات الحقيقه هذه اللي راح يعني كيما نقولوا تحطم من الخرافات تاعهم هكذا خويا العزيز. وحنا ماذا بينا نعتمدوا هذو الاخطاء من شي تبدا كيما نقولوا حنا يستغلوك هذو المهربين واصحاب الجمله وتولي تقول الحسون ما فيش الاخطاء، لا خويا ما فيش النوطات غير مرغوبه فيهم، نوطات غير مرغوبه ونورمال ومليحه علينا باش نتجنبوا يعني باسكو كان تولي طيح في الفخ تاعهم تولي تقول الحسون الخلوي ما فيش الاخطاء راه يولي سوفاج يبيع لك 3 ملايين. وبعد ما بحث على هذه تفنفينا في التنقيط يعني تاع اشقاء المغاربه لقيت باللي هي اكبر نوطه معتبره يعني خطا عندهم، واكبر نقطه تنقص النقاط للحسون في المسابقات، تنقص له 10 نقاط الى المقنين تاعك كان فين فين فينا تنقص له 10 نقاط، بينما الاخطاء الاخرى او النقاط غير مرغوبه الاخرى ينقصوا زوج ثلاثه حتى الرابعه المهم كل واحد وكيف. اكبر نقطه تنقص الحسون النقاط في المسابقات فين فينا فين فين هذه تاع البانسول اوروبي. وما في عندي معلومات حتى في اسبانيا ما يبغوهاش هكذا، كيما قال لي واحد صديق قال لي على بيهم ولا يبيعوا لنا مقنن الخلاوه ما يربوهمش هكذا. خوتي الاعزاء وان شاء الله راح نحط لكم في القناه ان شاء الله دوك هذا الفيديو الحقيقه راه كبر يعني ما عندي ما باسكو عندي بروبليم في التليفون وكان لحقتو 8 دقائق بالك نحط لكم معاه تغريد البانسو الاوروبي اللي يدير في تفنفينا ونحط لكم يعني التنقيط تاع الاشقاء المغاربه تاع الودانيه نورمال ولا اللغه المراكشيه ولا مراني ولا الكوبيه المغربيه ولا مراني شافي عليها مليح يهضر فيها على تفنفينا يعني التنقيط تاعها عند الله يعني باش الناس هذو اللي هذو اصحاب السابه وكذا واصحاب الجمله ما يحكمكش بالعاطفه ويولي يقول لك غير تاوعنا اللي يديروا دايرين الاخطاء في المقنين وكذا وكفاهم يسمى كي تشوف انت يا اشقاء المغاربه ثاني يعتمدوا هذه النقطه على انها اكبر خطا يعني ما عنده ما كيما نقولوا حنا ما ياثر عليك هذو الناس اللي راه يقول لك خلوي ما فيش ديفو وكذا هكذا. خاوتنا الاعزاء هذا واش نورمال مو هذا واش راني حكيت يعني على نقطه فنفن هذه واش راح نقول لكم هذو من النقطات يعني الغير مرغوبه وبطبيعه الحال فك كيما يقولوا ساعة ساعة واحد يقول لك مقنين فيه الزاق ماشي نقولوا مقنين فيه الزاق ولا هذو النقطات غير مرغوبة نهضروا على الخلوي ماشي معناتها بلي هذاك المقنين ضعيف لا خويا العزيز حنا ما يكذب عليك تروح هكذا اللي قيد هذوك اللي شاف دو فولي في الجبل يعني الشيكور تاع السيكتورة وتلقى فيه الزاق هذه الزاق والآ وهذه القيو نقطات يسمعوهم يرفدوهم يعني
احنا كانوا مقارنة توع البلاد هنا، يعني تروح السيكتور عندهم شطايح توعهم، دخلات توعهم كذا، حافظ الشون تاعهم، تلقى فيهم الزاق، عرف باللي 95% اللي 99% كاع فيهم الزاق، وكاع يحطوها في نفس المضرب، قالوا يضربوا رول مو، يضرب الرول مو موراها الان، هكذا كاع تلقاهم ثما. بطبيعة الحال تلقى بعض هذوك تاع تروازيام نيشي وكذا تلقاهم مفوصين ومخلطين الحالة شوية، هذوك مش معايا، باسكو تقدر تلقى مقلين ولي السيكتور يرفد الشون تاعهم ما فيهش الان. بصح هذا ماشي معناتها هو شيكور ولا يغني، يعني بالك تلقاه ما كاين والو، يعني مقارنه بالاخرين، لانه دوكا كي نقولوا عندهم شون واحد ماشي كاع حافظين كلش، يقدر يلوبي اي نوطه، قال هذا السيكتور فيهم الموندولين، يقدر تلقاه فيو منهم ولا في الشون تاعهم كذا ما فيهش الموندولين ملوبيها، يعني هاك فاهم، كيما تقدر تلقاه ملوبي زاك ما فيهش. بصح ماشي معناتها هذا ضعيف ولا زعما تضحك، لا لا، هي نوطه يحفظوها، كاين برك بعض النوطات يشبهوا للان وللزاك كذا يخرجوا بسبب التلقام، سولتو لا لقمت مقنين بشون خلوي، شون خلوي يعني يقدر يخرج لك هذوك شغل، هو في الحقيقه كرازمو يقلبوا يشبه للزاك هكذا خويا العزيز، يعني باش تفهموا باش تكون يعني المستمع الكريم يكون في, في, في الصوره والمربي، ماشي معناتها مقنين فيه الان هذاك مقنين هو ضعيف، ولا تروح تضحك عليه كيما راهم يديروا بعض، يعني ربي يهديهم. هذيك نقطة غير مرغوبة خويا العزيز، في الوذن تاع المستمع ما تعجبش، ما عندها حتى علاقة بالمقلين هذاك اسكو ضعيف ولا ماهوش، هكذا خويا العزيز. شواكر تاع الشواكر فيهم الزاق وفيهم الأ، واحد ما يكذب عليك، ومعظم لي سيكتور تاع الجزائر هنا مشهورين بالزاق ولا به، وطبيعة الحال كلمة فيهمش واحد ما يكذبش، هكذا خوتي العزاز، يعني ماشي تشوف مقلي يضرب الزاق ولا تروح تضحك على خلق الله ولا لا لا، نقطة من الناس ما يبغوهاش، كيما هذوك الإنسان هذا ربي سبحانه خلق له شغل يتشرط شويه في كيما نقولوا القران، مثال القران خير كلام ربي وكذا، بصح الانسان يميل دائما للقراء قارئ هذاك اللي يقرا مليح، هكذا تسمى هكذا نفس الشيء بالنسبه للمقلين، يعني اصحاب الشون يميلوا للمقلين اللي غني مليح ولكن ما تستهزاش بالطير، يعني ماشي تروح تعيبه ولا تضحك عليه ولا تضحك، يعني خلق الله هذا، هذيك النقطه يعني ما يبغوهاش، هذا ما كان هكذا خوتي الاعزاز. وبطبيعه الحال الفيديو راه كبر دوكا، ان شاء الله ان شاء الله اني حطيت لكم شهاده تاع مربي المغربي في سنه 2011، المنشور هذاك اللي حطوه الحسون قال لهم بلي راه يدخل لكم 6000 مقلين في الاسبوع، هم في الاصل مهاجرين اوروبيين، ورانا حاطين يعني الكتاب اللي حطوا واحد الصديق حطوه في الكارديليس، يعني اللي يقول بلي في الستينات والسبعينات كان عدد الحسون في الجزائر اكبر من الربيع والخريف، وهذا بسبب انه الحصول الاوروبي يدعم يعني الحصول يكثر هنا، يجي الحصول الاوروبي ويزداد الاعداد تاع الحصول، وهذه حقيقه يعني بكري اللي كانوا لاحظوا، وكنت لافولي تاع الشتاء اكثر من تاع الصيف والخريف، لانه في الشتاء والخريف يرجع الحصول المحلي زعك الاوروبي يبقاو حبات يعني، وصح ماشي بالشكل اللي راك تخيل فيه، ولكن كي يعني يروح الحصول المحلي ينقرض يعني يقدر الحصول الاوروبي يخلف بلاصتو، رانا حطيناهم ودوكا ان شاء الله نزيد بعد هذا الفيديو ان شاء الله نزيد نحط لكم البانسو الاوروبي كيفاش يغني بالفنفن، ومن وجه ان شاء الله نجيب لكم بعض الحساسين المسجلين في اوروبا كيفاش يغنوا بالفنفينا ليسونسيال. واش راح نقول لاخويا، اذا لقيت مقنين فيه فنفينا واش ملقمه ماشي دوكا ومأثر عليه حتى واحد، يعني فيو تجيبو هكذا تسمعو تلقى فيه تفنفينا، كونك هاني ومهني باللي حسون أوروبي، يعني ما تناقش ما والو، هذاك هي الكاشي تاعهم، تحكمو في الجزائر، تحكمو في الربيع، تحكمو في الصيف، تحكمو باسكو الحسون الأوروبي يبقى في دول شمال إفريقيا، هذه يعني ما فيهاش نقاش، ومنه وجه نزيدو نحطو شهادة تاع حساس تاع مربي المغاربة يأكدوا هذه المعلومة، يقول لك باللي يعني الحصول الأوروبي يعيش في شمال أفريقيا، وخاصة خاصة خاصة في المغرب الشقيق، يبقى بزاف بحكم أنها يعني النقطة الأولى لهجرته، وإن شاء الله منه وجه راه كاين مشروع إن شاء الله راح نديرو بعض، راكم تشوفوا بالك بعض اللافتات، إن شاء الله راح نحاولوا نديرو جمعية إن شاء الله لحماية الحسون يعني في الطبيعة الجزائرية. نرجعوا شويه حساسين يعني ان شاء الله للطبيعه، ونربوا المقلين شويه نوعا ما باحترافيه، ماشي كيما راه الهامج، منا وجاي ان شاء الله نعودوا نقول لك نعودوا نصيدوا، ماشي بصح باحتراف، ماشي بهمجيه صيد في الربيع في الخريف دي العشوش راك فاهم، نصيدوا منا وجاي اللي داخلين في الاعضاء تاع الجمعيه كذا، منا وجاي ان شاء الله هذا هو الهدف تاعي ان شاء الله، منا وجاي نعودوا نصيدوا بالوقت وباحترام الطبيعه، هذه شويه في الطبيعه وشويه في الحاجه معليهاش خير من اللي راه هذا الهامج هذا. وبارك الله فيكم وان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تخلوش يعني
التجار هذو يأثروا عليكم ويقول لك باللي المحسون ما فيهش النوطات غير مرغوبة وكذا وكذا، هذاك السيناريوات هو بكري. وبارك الله فيكم، وفيديو جاي إن شاء الله راني نحط لكم يعني الشهادة تاع أشقاء المغاربة، ونحط لكم يعني التغريد تاع البانسو الأوروبي وبعض الحساسين الأوروبية اللي يغنوا بتفنفينا. وبارك الله فيكم، السلام عليكم.